اهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثالث الاعدادي. النهارده هناخد درس الثاني في الوحده الثالثه، هناخد درس في التاريخ الحمله الفرنسيه على مصر. اول حاجه يا اولاد لازم نعرف ان الحمله الفرنسيه على مصر والشام كانت جزء من ايه؟ من التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا على المستعمرات. كان في بين انجلترا وفرنسا تنافس على المستعمرات. طيب والتنافس ده بدأ امتى؟ بدأ في القرن 17 الميلادي واستمر طوال القرن 18. القنصل الفرنسي في مصر الان بعت تقارير لحكومة الثورة الفرنسية. التقارير دي بيوضح فيها بسوء الأوضاع السياسية والداخلية في مصر، وبيطلب من حكومته إن هي ترسل حملة عسكرية على مصر. طيب أسباب الحملة الفرنسية إيه يا أولاد؟ فرنسا قد فقدت مستعمرات أمام إنجلترا، فعاوزة تعوض فرنسا المستعمرات التي فقدتها، التي خسرتها، يعني عاوزة تعوض المستعمرات التي خسرتها. اتنين، عاوزة تقطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند. عاوزة تهدد مصالح إنجلترا. إنجلترا كانت محتلة الهند يا أولاد. فتجارتها مع الهند عاوزة تهددها إن هي تحتل مصر، إن كانت بتمر بمصر. تلاتة، إنشاء مستعمرة فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مصر. مصر القاعدة بتاعتها، بعد كده تبتدي تتوسع تكون إيه؟ إمبراطورية فرنسية في الشرق. دي أسباب الحملة الفرنسية على مصر. من القائد بقى يا أولاد اللي يكون بإعداد للحملة؟ حملة أولاد على تجهيز الجيش. القائد هو نابليون. هيكون بإعداد جيشا سرا، وهيصطحب معاه في الحملة ديت يا ولاد مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون لدراسة أحوال مصر من جميع النواحي. طب دي حملة ليه كان معاه علماء؟ عشان جايين يدرسوا مصر بجميع النواحي، عشان عاوزين يستغلوا موارد مصر أفضل استغلال يا ولاد. يبقى بما تفسر اصطحاب نابليون مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون ليه؟ بما تفسر الإجابة لدراسة أحوال مصر من جميع النواحي وكيفية استغلال مواردها. وحمل معاه أولاد بطباعة عربية وفرنسية. ليه؟ عشان يطبع المنشورات للأهالي. خط سير الحملة. الحملة أولاد الفرنسية خرجت من ميناء تولون في فرنسا سرا. الحملة خرجت من ميناء تولون سرا يا ولاد. بعد كده نابليون أصدر أوامره بأن تتجه الحملة نحو مصر. وصلت الحملة يا أولاد إلى مدينة الإسكندرية. لما وصلت الحملة لمدينة الإسكندرية، مين يتصدى للحملة يا أولاد؟ أهالي الإسكندرية بزعامة مين؟ حاكمها. كان مين حاكمها يا أولاد؟ محمد قريب. إن كان لسه قوات المماليك ما جاتش من القاهرة عشان تصدر الحملة. فمين هيتولى التصدي؟ أهالي الإسكندرية بكيادة حاكمها محمد قريب. وهتقوم القوات الفرنسية باعتقال محمد قريب، وهتقوم بإعدامه رميا بالرصاص في سبتمبر 1798 ميلاديا. بعد كده القوات الفرنسية يا أولاد هتواصل تقدمها نحو القاهرة،
فتلتقي قوات المماليك بالقرب من شبرخيل في البحيرة مع قوات المماليك، قوات الفرنسية وقوات المماليك، اللي هينتصر يا أولاد القوات الفرنسية وهينهزم المماليك ويهربوا جنوبا للدفاع عن القاهرة. دي أول معركة. طيب تاني معركة يا أولاد، تاني موقعة، موقعة إمبابة، هتدور بين القوات الفرنسية وقوات المماليك، موقعة إمبابة. هينهزم برضو مرة تانية يا أولاد المماليك وينتصر، وتنتصر القوات الفرنسية. هيهرب زعماء المماليك، هيهرب مراد بيك إلى الصعيد، وهيهرب إبراهيم بيك ومعه الوالي العثماني إلى الشام. طب ليه المماليك انهزموا في المعركتين دول يا أولاد؟ لأن المماليك كانوا بيعتمدوا يا أولاد على إيه؟ على الفروسية، بيعتمدوا على فروسية، بيستخدموا الأسلحة التقليدية يا أولاد، الفارس والحصان والسيف، بينما الفرنسيين كانوا بيستخدموا المعدات الحديثة، المدافع. بعد كده يا ولاد دخل الفرنسيين القاهرة، دخل نابليون القاهرة بعد أن أمن، أعطى الأمان للعلماء والمشايخ في الجامع الأزهر على الأرواح والأموال. إدام الأمان على الأرواح والأموال. الموقعة اللي هنتكلم عليها دلوقتي يا ولاد مهمة جدا، كانت مؤثرة في الحملة يا ولاد، موقعة أبو قير البحرية في أغسطس 1798 ميلادية. الموقعة ديت يا ولاد كانت بين الأسطول البريطاني الإنجليزي بقيادة نيلسون والأسطول الفرنسي، كانت في خليج أبو قير. طيب نتيجتها ايه يا ولاد؟ تم تحطيم الأسطول الفرنسي وإغراقه، أصبح الأسطول البريطاني بيحاصر شواطئ مصر الشمالية. نتيجة ان اصبح الاسطول البريطاني هو اللي بيحاصر شواطئ مصر الشمالية اللي هي بتطلع على البحر المتوسط يا ولاد، ده ادى لايه؟ قضى على امال فرنسا، قضى على امال ان هم ايه؟ في السيطرة على سواحل البحر المتوسط. اتنين، حرم الحملة في مصر. حرم ايه؟ من امدادات فرنسا لها، لان اسطولهم يا ولاد زي ما احنا قلنا في الموقعة تحطم، فاصبح من الصعب ان تجيلهم امدادات من فرنسا. تلاتة، شعور الجنود الفرنسيين بانهم محاصرون داخل مصر، معايا وسيلة اتصال بينهم وبين دولتهم فرنسا تحطمت، اللي هو الأسطول الفرنسي، فأصبحوا إيه؟ يشعرون بأنهم إيه؟ محاصرون داخل إيه؟ مصر. وده يا ولاد أضعف روحهم المعنوية. رابع نتيجة يا ولاد، دي خاصة بمصر، توقف حركة التجارة الخارجية بالنسبة لمصر. توقف حركة إيه؟ التجارة الخارجية بالنسبة لمصر. ممكن يجي لنا سؤال يا اولاد، ليه الامان النتائج المتوقعه، الامان النتائج المترتبه على موقعه ابو قير البحريه، هنقول النتائج دي كلها. ممكن يجي لنا ده سؤال، ليه الامان النتائج المترتبه على موقعه ابو قير البحريه بالنسبه لمصر؟ في خلاف، مش هنقول النتائج دي كلها، هنقول حاجه واحده بس يا اولاد،
هنقول بالنسبة لمصر توقف حركة التجارة الخارجية بالنسبة لمصر. هنتكلم على مقاومة الشعب المصري يا ولاد للاحتلال الفرنسي. الشعب المصري هيقاوم، بس الأول ما المقصود بالمقاومة يا ولاد؟ يعني إيه مقاومة؟ يعني رفض الشعوب للاحتلال، رفض الشعوب للاحتلال ومظاهره وإبعاده عن البلاد بكل الوسائل، بمختلف الوسائل. عرفت يعني مقاومة؟ طيب هنتكلم الأول على مقاومة أبناء الصعيد. فشلت القوات الفرنسية يا ولاد في إخضاع أهل الصعيد، في السيطرة على الصعيد. ليه؟ لأن أهل الصعيد اتبعوا معاهم حرب المناوشات والمعارك المتفرقة. فاهمين ازاي يا ولاد؟ ايه حرب المناوشات والمعارك المتفرقة؟ يعني مجموعة صغيرة تقوم بمهاجمة ايه؟ القوات الفرنسية معايا؟ بالإضافة إلى طول الوادي ده كله ايه؟ أنهك القوات الفرنسية. وبسبب كده يا ولاد فشلت القوات الفرنسية إنها تسيطر على ايه؟ على الصعيد. طب ايه النتائج المترتبة بقى يا ولاد على كده؟ ده أدى لإيه يا ولاد؟ النتيجة دي مهمة، أدى لتعاظم الشعور الوطني ونمو الوعي القومي تجاه الاحتلال الفرنسي. أدى لإيه يا أولاد؟ تعاظم الشعور الوطني ونمو الوعي القومي تجاه الاحتلال الفرنسي. يعني المصريين بقى عندهم وعي قومي إن هم لازم يتصدوا للحملة ولازم يخرجوا الحملة من مصر. تاني حاجة يا ولاد نتكلم على ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر 1798. الثورة ديت يا ولاد أسبابها فرض نابليون ضرائب فادحة على المصريين. فرض نابليون يا ولاد الضرائب الفادحة، كتيرة وظالمة. مين؟ تفتيش البيوت بحثا على الأموال. الجنود الفرنسيين يا ولاد كانوا بيقوموا بتفتيش البيوت بحثا على الأموال، بيوت الناس. ثلاثة، هدم أبواب الحارات لمطاردة عناصر المقاومة. حارات دي يا ولاد زي يعني شوارع بس صغيرة. زمان يا ولاد كان في لكل حارة أبواب، باب بيغلق عشان مفيش حد غريب يخش بالليل. هدم أبواب الحارات. أربعة، هدموا الكثير يا ولاد من المباني والآثار والمساجد بحجة تحصين القاهرة. دي أسباب الثورة، أحداث الثورة يا ولاد. كان الأزهر الشريف هو مقر قيادة الثورة، هو مقر قيادة الثورة، والثورة امتدت يا ولاد لكل الأقاليم. وتم قتل حاكم مدينة القاهرة الفرنسي، ونابليون يا ولاد هيستخدم سياسة فيها لين ولا سياسة فيها يا ولاد قمع وإرهاب. وإرهاب هيستخدم سياسة فيها قمع وإرهاب يا ولاد، شدة يعني وتخويف المصريين وإرهاب للمصريين. وجنود القوات الفرنسية يا ولاد هيدخلوا الجامع الأزهر بخيولهم. ده آثار مما آثار الشعور الديني عند المصريين. النتائج مهمة يا ولاد، نتائج مهمة جدا زي الأسباب. ما النتائج المترتبة على ثورة القاهرة الأولى؟ إيه النتائج اللي ترتبت على كده يا ولاد؟ النابليون أعدم الكثير من الأهالي والثوار. معايا ولا نتيجة؟ نابليون راح أعدم الكثير من الأهالي والثوار. اتنين، فرض غرامات مالية على التجار والعلماء. يعني
يعني الشعب قام بثورة بسبب الضرائب الظالمة، بيعاقبهم، فرض عليهم مزيد من ايه؟ من الغرامات المالية. ثلاثة، ابتلت القوات الفرنسية في تحصين مدينة ايه؟ القاهرة. معايا ولا؟ طيب، بعد كده نتكلم على الحملة الفرنسية على الشام. كانت في مارس 1799. للأسباب ايه يا ولاد؟ إن الدولة العثمانية تحالفت مع مين؟ مع إنجلترا وروسيا. تحالفت معاهم ليه؟ عشان تخرج الفرنسيين بالقوة العسكرية من مصر. إحنا عارفين قبل ما يجي الفرنسيين، قبل ما تيجي الحملة الفرنسية على مصر، كانت مصر إيه؟ ولاية عثمانية. فعد ولاد حملة بحرية في جزيرة رودس، وحملة برية لغزو مصر من الشرق. معايا ولاد؟ عن طريق الشام. يبقى عدوا حملتين، واحدة بحرية جاية من الشمال من جزيرة رودس، واحدة برية من الشرق في الشام لغزو مصر. فنابليون هيكون بالحملة على الشام. طب ليه بقى يا ولاد؟ إن أراد نابليون أن يقضي على الجيش العثماني قبل أن يصل إلى مصر. يقضي على الحملة البرية يا ولاد اللي كانت في الشام قبل أن يصل إلى إيه؟ إلى مصر. يبقى عرفنا أسباب الحملة. أراد أن يقضي على الجيش العثماني، اللي هي الحملة البرية اللي كانت في الشام، قبل أن يصل إلى مصر. قال لك لا، ما استناش لحد ما يجوا، فهو خرج لهم يا ولاد. هو في طريقه يا ولاد الى الشام، استولى في طريقه على العريش وغزة، وبعد كده قام وبعد كده حاصر مدينة يافا حصارا شديدا يا ولاد. وبعد استيلائه على مدينة يافا يا ولاد، أعدم جميع أفراد حاميتها، رغم إن ادوهم أمان على أرواحهم يا ولاد، ودي كانت جريمة بشعة. بعد أن اداهم الأمان على أرواحهم يا ولاد، قام يا ولاد بإيه؟ قام بإعدامهم، ودي كانت جريمة بشعة سميت باسم مذبحة يافا البشرية، اللي قام بيها نابليون ضد إيه؟ ضد حامية يافا. نتيجة المذبحة اللي عملها نابليون دي يا ولاد، جعل المدينة اللي بعد يافا انها تقاوم ولا تستسلم نابليون. ان هم خافوا يحصل لهم مثل ما حصل ايه؟ لحامية يافا. ده ادى لايه بقى؟ هنا نتيجة مترتبة على مذبحة يافا ديت، ادى لمقاومة واستبسال اهالي مدينة عكا عن مدينتهم. بكلمة مين؟ احمد باشا الجزار. فاهمين ازاي يا ولاد؟ خلى المدينة اللي بعد كده تقاوم وتستبسل في الدفاع عن مدينتهم، مدينة عكا، بكرة مين؟ أحمد باشا الجزار. وكمان كان الأسطول البريطاني بيساعدهم، بيمدهم بالمؤون والذخائر بالطعام والأسلحة يا أولاد. عشان كده إيه بقى نتيجة الحملة دي يا أولاد؟ هتفشل الحملة الفرنسية على الشام، وهيضطر نابليون الى العودة لمصر. يبقى عرفنا نتيجة الحملة ولا؟ فشلت الحملة الفرنسية على الشام، واضطر نابليون للعودة الى مصر. طب ليه فشلت؟ فشلت
لأن نابليون يا ولاد إيه فشل في الاستيلاء على مدينة إيه عكا بسبب إيه مقاومة واستبسال أهالي عكا عن إيه مدينتهم، وإن الأسطول البريطاني كان بيساعدهم بيدوهم قلنا المؤون والذخائر. تمام كده يا ولاد؟ يبقى نتيجة الحملة الفرنسية على الشام فشلت الحملة، واضطر نابليون إنه يعود إلى مصر. موقعة أبو قير البرية كانت في يوليو 1799. أثناء عودة نابليون يا ولاد من حملته على الشام، كان الأسطول العثماني وصل عند أبو قير، فنابليون هيتوجه إليهم بقواته وهتدور موقعة أبو قير البرية. نتيجة موقعة أبو قير البرية قلنا كانت بين القوات الفرنسية والقوات العثمانية انتصار القوات الفرنسية وهزيمة القوات العثمانية. هنتكلم بقى بعد كده على رحيل نابليون. أثناء المعركة دي يا أولاد أبو قير البرية ترك نابليون الحملة وسافر سرا إلى فرنسا. ترك الحملة لنائبه يتولى كابتن الحملة كليبر، وسافر هو سرا إلى فرنسا. طب ليه؟ بسبب إن دول أوروبا تحالفت ضد فرنسا، دولته كانت بتواجه خطر كبير يا أولاد، فترك الحملة للنائب بتاعه كليبر وسافر هو إلى فرنسا. كان كليبر يا أولاد كان من أنصار الجلاء. يعني إيه كليبر كان من أنصار الجلاء؟ من أنصار الرحيل عن مصر. الجلاء يعني هو رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتلة، ما كانش عاوز يقعد، كان عاوز يرحل. طب ايه السبب؟ دي موضوع سؤال يا اولاد. ما تفسر كليبر كان من انصار الجلاء في مصر ليه؟ لان الاخطار يا اولاد كانت بتهدد الحملة الفرنسية في مصر من كل جانب، من كل ناحية. هنشوف دلوقتي ازاي الجيش الفرنسي بيتناقص، عدد الجيش الفرنسي بيتناقص بسبب ايه يا اولاد؟ زي ما احنا شايفين كده بسبب المعارك اللي هم عمالين يدخلوها والحروب الداخليه والخارجيه. كمان الدوله العثمانيه مش ساكته، ارسلت حمله جديده الى العريش ودمياط. عودت المماليك للمقاومه، المماليك بيقاوموا. شايفين اولاد الاخطار؟ ثلاثه، والمصريين بيقوموا بثورات، تجددت ثورات المصريين في الشرقيه وامتدت بعد كده الى وسط وغرب الدلتا. عرفنا ليه كليبر كان من انصار الجلاء؟ لان الاخطار كانت بتهدد الحملة من كل جانب زي ما احنا شفنا دلوقتي. فاضطر كليبر ان هو معايا ولا يتفاوض مع الدولة العثمانية ويعمل معاهم اتفاقية اسمها اتفاقية العريش 1800. شروط الاتفاقية ديت يا ولاد ان الحملة هتخرج من مصر بجنودها الى فرنسا بس على نفقة مين؟ الدولة العثمانية. شروط الاتفاقية تاني يا ولاد: خروج الحملة الفرنسية من مصر بجنودها باسلحتها على نفقة مين اللي هيتحمل تكاليف نقلهم؟ الدولة العثمانية. ده جعل يا ولاد ان القوات العثمانية يتقدموا نحو القاهرة. طب نتيجتها ايه اتفاقية العريش ديت؟ رفضت الحكومة البريطانية الاتفاقية، بريطانيا رفضت هذه الاتفاقية وطالبت باستسلام الجيش الفرنسي كأسرى حرب. يبقى السبب ان الاتفاقية دي فشلت يا ولاد ان انجلترا رفضت هذا الاتفاق وطالبت بايه؟ باستسلام الجيش الفرنسي كأسرى حرب. معايا؟ عاوزة تذل لمين يا ولاد؟ الفرنسيين. ورفض كليبر وهاجم القوات العثمانية وعاد مرة تانية إلى الشام مرة أخرى، خلاها تتراجع مرة أخرى إلى الشام يا ولاد. طبيعي إن كليبر يرفض يا ولاد معايا إن هما يستسلموا كأسر حرب. أسير الحرب ده يا ولاد في المعركة معايا لما لقى نفسه خلاص
بيستسلم للقوات الأخرى، يعني بيعترف بالهزيمة. كان بعد كده أولاد على ثورة 1800، كانت في مارس 1800. أحداثها يا أولاد قام المصريين يا أولاد بثورة القاهرة الثانية بزعامة السيد عمر بكرم نقيب الأشراف ضد قوات الاحتلال الفرنسي، وخاصة الأولاد في حي بولاء. لكن هتقوم القوات الفرنسية بإخماد الثورة نتيجة ثورة القاهرة الثانية يا أولاد. يبقى عرفنا يا أولاد ثورة القاهرة الثانية كانت بزعامة مين؟ الشخصية دي مهمة، السيد عمر بكرم. طب وكان مركزها ايه يا أولاد؟ حي بولاء. بينما كان مقر ثورة القاهرة الأولى يا أولاد ايه؟ الأزهر ايه؟ الشريف. نتيجة ثورة القاهرة الثانية دمر الفرنسيون يا أولاد حي بولاء، فرض زي ما عمل نابليون بالظبط في ثورة القاهرة الأولى يا أولاد. اشتد كليبر في فرض مزيد من الضرائب ومصادرة الأموال، فرض مزيد كليبر مزيد من الضرائب ومصادرة الأموال. بعد كده يا أولاد بقى نتكلم على نهاية كليبر. هيتم قتل كليبر على يد سليمان الحلبي أحد طلاب الأزهر في يونيو 1800 ميلاديا. هيتولى بعد كده كابتن الحملة مينو. مينو كان عاوز يقعد يا ولاد غير كليبر، كان عاوز يكون في مصر، يعيش يعني يكون في مصر ويحول مصر إلى مستعمرة فرنسية كبرى. معايا يا ولاد؟ يحولها إلى مستعمرة فرنسية كبرى، عاوز يعمل إمبراطورية فرنسية. لذلك هيضع خطة إصلاحية في كل المجالات، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في الصحة، في القضاء. لكن مش هيقدر يعمل كده ولا ان انجلترا مش هتسكت، ولا الدولة العثمانية. انجلترا هتبعت اسطول حربي الى بوكير لاخراج الفرنسيين من مصر، والجيش العثماني هينضم للاسطول الانجليزي. وهنا يا ولاد القوات الفرنسية مش هتقدر تقاوم، هتستسلم وهتغادر ايه؟ وهتغادر مصر في سبتمبر، وهتغادر فعلا مصر في سبتمبر 1801. فهمنا يا ولاد؟ يبقى ازاي تم جاي حملة فرنسية؟ ان انجلترا ارسلت اسطولا بحريا وانضم اليه الجيش العثماني، فالفرنسيين ما قدروش يقاوموا واستسلموا، وهتغادر الحملة الفرنسية مصر في سبتمبر 1801. نتائج الحملة يا ولاد هنتكلم عليها. الحملة دي ما كانتش زي ما احنا قلنا، ما كانتش عسكرية بس، وإنما نابليون كان معاه مجموعة من العلماء في مختلف المجالات. عشان كده الحملة دي تركت آثار بعيدة المدى. أول حاجة أيقظت الحملة دي يا أولاد الروح القومية لدى المصريين، أدت لنمو الروح القومية لدى المصريين. احنا قلنا يعني ايه الروح القومية؟ ان المصريين عندهم حس وطني، ان هم لازم يحرروا وطنهم من المحتل الفرنسي ويحصلوا على حريتهم. طب ايه الدليل ان الحملة دي ايقظت فعلا الروح القومية عند المصريين يا اولاد؟ ان بعد خروج الحملة المصريين تمسكوا بحقهم في ايه؟ في الحرية واختيار من يحكمهم يا ولاد.
يبقى ايه الدليل ان الحملة ديت ايقظت الروح القومية؟ ان المصريين بعد ما الحملة خرجت، بعد ما تم جلاء الحملة الراحلة عن مصر، المصريين هيتمسكوا بحقهم في الحرية وهيختاروا من يحكمهم. وهنشوف الكلام ده يا ولاد في الدرس القادم ان شاء الله، اللي هو درس تولية محمد علي. طيب النتائج اللي بعد كده يا ولاد، النتائج العلمية يا ولاد مهمة جدا يا ولاد، دي من أهم نتائج الحملة، دي من أهم النتائج. النتائج العلمية، احنا قلنا نابليون اصطحب معاه مجموعة من العلماء، ايه الأعمال اللي قام بها العلماء الحملة؟ حاولوا يا ولاد يعملوا قناة، شقوا قناة بتربط بين البحرين الأحمر المتوسط، لكنها لم تنجح يا ولاد الفكرة بسبب حدث خطأ في حسابات مستوى مياه البحرين. يعني كانوا عايزين يعملوا قناة زي قناة السويس يا ولاد تربط البحرين. اتنين، تأليف كتاب وصف مصر، تأليف كتاب يا ولاد وصف مصر. كتاب وصف مصر ده يا ولاد عد ايه؟ موسوعة حديثة، موسوعة حديثة بتتكلم عن مصر، بتصف مصر منذ أقدم العصور حتى نهاية عهد الحملة، وفي كثير وفيها كثير من الرسوم والخرائط. تلاتة، إنشاء المجمع العلمي المصري. أربعة، اكتشاف حجر رشيد. ده ساعد عليه يا أولاد، ده ساعد ساعد على التعرف على التاريخ المصري القديم. اكتشاف حجر رشيد معايا يا ولاد، قدروا من خلال اكتشاف هذا الحجر انهم يفكوا رموز الكتابة المصرية القديمة، وبالتالي قدروا يعرفوا التاريخ المصري القديم. ثالثا يا ولاد، من نتائج الحملة الفرنسية على مصر، وجهت انظار الدول الاوروبيه لاهميه موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي، وخاصه مين يا اولاد؟ انجلترا. نركز في النتيجه دي يا اولاد عشان الدروس بعد كده هنشوف انجلترا ازاي معايا فضلت تحاول لحد ما قدرت تحتل مصر يا اولاد، تعمل محاولات عديده لحد ما تحتل مصر. يبقى ثالث حاجه، وجهت انظار الدول الاوروبيه لاهميه موقع مصر الجغرافي، وخاصه مين يا اولاد؟ انجلترا. بالنسبة لنظم الحكم والإدارة يا ولاد، نابليون هينشئ مجموعة من الدواوين، منها الديوان العام، ديوان القاهرة، ودواوين الأقاليم. طب أنشئ الدواوين ليه يا ولاد؟ دواوين زي مثلا وزارات، بهدف او يعني مجالس اولاد زي مجالس شورى، بهدف تدريب الاعيان والعلماء المصريين. عاوز يدرب العلماء المصريين والاعيان على نظام مجالس الشورى. ازاي يعني؟ انهم يدربوا على الاستشارة وتلقي الاراء، يعني يقعدوا ويستشيروا بعض في الامور الهامة وياخدوا اراء بعض. ده بيعود على الشعب ايه؟ بالنفع يا اولاد. خامسا، الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه. قلنا الحمله الفرنسيه وضعت مشروعات اصلاحيه، قلنا في عهد مين؟ مينو، وده كان بيسمى مشروع مينو العظيم، تمثل فيه يا اولاد. بالنسبه للزراعه، قاموا بتنويع المحاصيل الزراعيه، يعني زرعوا انواع عديده من المحاصيل الزراعيه واهتموا بمشاريع الري، ترع وقنوات وزدود والكلام ده يا اولاد. اتنين، بالنسبه للصناعه، تم انشاء مصانع النسيج وصناعه حروف الطباعه والدباغه وبعض الصناعات الدقيقه. بالنسبه للتجاره يا اولاد، فتحوا اسواق لمصر في بلاد البحر الاحمر وفي دارفور في السودان والحبشة اللي هي اثيوبيا يا اولاد وبلاد شمال افريقيا. بالنسبة للصحة العامة يا اولاد،
تم انشاء المحاجر الصحيه في القاهره والمدن الاخرى. ليه يا اولاد؟ المحاجر الصحيه زي المستشفيات يعني يا اولاد. وبكده نكون قد انتهينا من درس اليوم، مع اطيب امانينا بالنجاح والتفوق، والى اللقاء.